السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على حاجة الحقيقة اتسألت فيها في الفترة اللي فاتت، وهي ايه أفضل شاحن ممكن نستخدمه واحنا بنشحن الموبايل؟ اوكي، طيب ممكن يكون مشكلة الشواحن دي ظهرت مؤخرا، تمام، أو بدأت تنتشر بشكل كبير جدا لما بطلت شركات الموبايل إن هي تبقى بتديلك شاحن مع الموبايل. يمكن زمان ايام جميله جدا كان بينزل بقى فيها شاحن مع موبايل وسماعات بسلك، تمام، وكنت بتبقى معاك كل المحتويات بتاعه الموبايل، فما عندكش مشكله هتشحن بالشحن اللي نازل مع الموبايل، هو طبعا شاحن اصلي، تمام، فبالتالي بيكون افضل شاحن الموبايل اللي انت بتستخدمه. وبيختلف طبعا من موديل للتاني وعلى حسب الشاحن بقى ظروفه ايه او دنيته ايه او البطاريه حجمها ايه. لكن مؤخرا وبحجه المحافظة على البيئة وإن الشواحن ممكن يحصل فيها مشكلة إن هي ممكن تنفجر أو تفرقع أو تعمل، يعني هو الموبايل مش هيحصل له حاجة وهي بس الشحن المشكلة يعني، تمام، مش إن هما مثلا يعني بيوفروا في الماتيريال عشان بعد كده أنت تروح تشتري، تمام. فبالتالي قابلتنا مشكلة كبيرة جدا إن إحنا لما ناس بتيجي تشتري دلوقتي الموبايل بيلاقي يا دوبك في العلبة كيبل، تمام. ومش بس كده، يعني مؤخرا كمان الموبايلات الفئة الرائدة بنلاقي فيها الكيبلز اللي هي البي دي اللي هي بتبقى ناحية مثلا ناحيتين تايب سي، لو هو موبايل تايب سي، ولو ايفون مثلا هنلاقي مثلا ناحية لايتنج والناحية التانية تايب سي، ومؤخرا طبعا ايفون جديد هتبقى ناحيتين تايب سي، تمام. فبالتالي بنيجي احنا نستخدم الشاحن بنبص نلاقي ان احنا مضطرين احنا نشتري شاحن جديد. طبعا الشواحن الاصلية تكلفتها عالية جدا جدا بشكل كبير، وفي شواحن شاحن مثلا ابل ممكن بيعدي ال 1000 جنيه على حسب مواصفاته وعلى حسب الباط بتاعه، وشاحن سامسونج برضه الاصلي نفس الكلام، ويمكن في بعض الشركات شوية لسه بتنزل الشواحن مع العلبة وشواحن سريعة، ودي طبعا حاجة يعني تحسب لهم جدا ان هم ستيل بينزلوا ده. لكن طيب بالنسبه بقى للناس اللي هي ما بينزلهاش الشواحن تعمل ايه؟ واعرف منين الشاحن ده مناسب للتليفون ولا لا؟ واعرف منين الشاحن ده فعلا هيديني السرعه اللي انا عايزها ولا لا؟ ففي نقط كتير جدا حبينا ان احنا نوضحها في الفيديو ده، تمام، خليكم معانا نهايه الفيديو هنجاوب على كل التفاصيل دي. وهل الشواحن اللي هي الوايرلس هتقدم لنا تجربة أفضل ولا مش هتختلف عن الشحن دي؟ فهنجاوب عن كل الأسئلة دي، فخلينا مع بعض لنهاية الفيديو وخلينا بقى نبدأ. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة للشواحن خلينا الأول نتعرف على الشواحن عاملة إزاي. عندنا في الأول ده شاحن بارز، تمام، من جويوم. اوكي، الشاحن ده القدرة بتاعته بتوصل لحد 15 واط، تمام. احد مميزاته ان هو ماجنتيك، يعني انا مثلا لو معايا موبايل بيدعم الوايرلس، اوكي، فالشاحن زي ما احنا شايفين بيلزق على الظهر، تمام. بياخد البلاج بتاعه تايب سي، يعني انا ممكن اوصله بناحية ده الكيبل اللي بيبقى جاي معاه الناحيتين تايب سي زي ما احنا شايفين الناحيتين تايب سي، تمام. وممكن برضو يقبل شاحن، تمام، بشكل مختلف لو مثلا ايه زي ده ناحية ممكن ان انا اوصل فيها، تمام، الناحية بتاعته تايب سي، والناحية التانية اوصلها بقى في دوك عادي جدا، ماشي، مثلا زي الدوك ده، واقدر ان انا اشحن بيه عادي جدا مفيش مشكلة، لان طبعا هو ده لازم يتوصل بمصدر كهرباء، تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا شاحن، تمام، زي ده براند اسمه شورتك اهو، تمام، براند اهو. الشاحن ده بقدرة 22.5 واط، وهو شاحن براند اصلي مش شاحن اي كلام، تمام. عندنا شاحن زي ده سامسونج 25 واط، ده شاحن اصلي بتاع سامسونج 25 واط، بيستخدم الفتحة اللي هي العادية اللي احنا عارفينها اللي هي اليو اس بي اي، اوكي. وعندنا الشاحن ده كمان، اوكي، الشاحن ده دوك اصلي من ابل، ده شاحن 5 واط، تمام، كان بينزل مع الاجهزة القديمة، تمام. وعندنا الشاحن المعجزة ده، تمام، الصغير ده، الشاحن ده
ده يعتبر اعلى تكنولوجي موجوده دلوقتي. ده شاحن من انكر. انكر من الشركات المحترمه جدا اللي بتقدم شواحن وبتقدم كيبلز وبتقدم ايربودز وسماعات سلك وحاجات كتير جدا، اكسسوارز بتاعت الموبايل محترمه جدا. الشاحن ده شاحن بي دي، دي التكنولوجي الجديده. الناحيه اللي بتدخله تايب سي، تمام. الشاحن ده 20 واط، اوكي. ولازم عشان نقدر نوصله، لازم نوصله بناحيه تكون داخلاله بي دي، يعني هيقدر ياخد من ده، تمام، ناحيه عاديه وناحيه لايتنج، ده للايفون. وللاندرويد هياخد ده الناحيتين تايب سي. طيب شواحن كتير بقى، قوي قوي، شواحن كتير جدا وكلام كتير وكده. فخلينا بقى نفصص بقى الكومبو الرهيب ده وكل الشواحن دي بتعمل ايه، تمام. طيب خلينا نتكلم بشكل مستفيض. الموبايلات في منها اكتر من نوع. في موبايلات عادية جدا بتقبل الشاحن العادي جدا، مفيش فيها اي تطوير، يعني بالبلدي كده مش بتسبورت الفاست تشارج، الشحن السريع. طيب اول نقطة مهمة جدا عايزين نعرفها، ازاي احنا نعرف الشاحن ده كام واط؟ هو مكتوب عليه بس افرض مش مكتوب عليه، اعرف ازاي؟ طيب ببساطة، حسبة سهلة جدا، يعني لو جبت ولد في ابتدائي هيحسبها لك. طيب ببساطة هتعمل ايه؟ هتحسب الامبير، تمام. انت عايز تعرف الشاحن ده كام واط، فهتحسب الفولت في الامبير، هتضرب ده في ده. طيب ببساطة الشواحن كلها بتخرج 5 فولت، اوكي. فال5 فولت دي ثابته، الفولتيه الشواحن ثابته، لان لو اكتر من كده هتبقى مشكله، هتبوظ لك الجهاز اللي انت بتشحن بيه. فهي 5 واط، الامبير بقى هو ده اللعب فيه، تمام. طيب الشاحن ده عشان يوصل 22.5 واط، ده معناه ان الامبير بتاعه اكتر من 2. ليه بقى؟ ليه؟ الشواحن الاصليه الستاندر اللي هي بتنزل مع الموبايلات عاده بتبقى 5 فولت 2 امبير، يعني شاحن 10 واط. ده اللي بيشحن اللي هو العادي، الشحن العادي، يعني بالارقام كده البطاريه ال 5000 ملي امبير هيشحنها لك في ساعتين. ده زي ما الكتاب بيقول، اوكي. ولو مثلا افترضنا ان الشحن 18 واط، الساعتين هيقل له مثلا 10 دقايق، اوكي. طيب ده للموبايلات اللي هي العاديه اللي هي منتشره جدا في السوق، اللي هي مش فاست تشارجنج اصلا. في موبايلات بتبقى فاست تشارجنج، اوكي، في المواصفات بتاعتها ان هي فاست تشارجنج. زي مثلا اللي يقول لك الموبايل ده شحن سريع مثلا 20 واط. طيب 20 واط شاحن زي ده هيهب مع الغلط، تمام، هيقلل لك مثلا المده، ممكن يخليه مثلا ساعتين الا ربع، اوكي. طيب نقطه بقى مهمه جدا، ودي بقى اللي عايزين نركز عليها. في موبايلات في مواصفاتها بتقول لك ان هي فاست تشارجنج، ولكن حاجة اسمها بي دي، في بي دي 2.0، في بي دي 3.0، اوكي. طيب على سبيل المثال هنلاقي مثلا الايفون، تمام، واللي ده اكتر جهاز بيحرك في الشحن. ليه؟ الايفون بياخد كذا مقياس للشحن. لو شحنته بشاحن 10 واط عادي هيقبل، مش هيقول لك لا الراجل ديله بس انت كابل لايتنج. الايفون طبعا القديم ما عدا الايفون 15، اوكي، كابل لايتنج، تمام، واشحن يا باشا ساعتين ساعتين وشويه، تمام. وات ايفر بقى الجهاز ايه. طيب الاجهزه اللي هي بتسبورت البي دي، اوكي، يعني ممكن مثلا القصه دي تلاقيها من معاك مثلا من اول ال 12 برو ماكس، تمام، وان هو بيسبورت كمان الماكس. طيب اول نقطه هو بيقول لك ان هو بيسبورت بي دي 2.0، اوكي. فبالتالي هو بيقبل شحن من خلال شاحن زي ده اللي هو ده 20 واط، هيشحنه في تقريبا حوالي ساعه ونص. الشاحن الاصلي بتاع ابل هيشحنه في ساعه، لان دي المقاييس اللي هم كاتبينها. طيب لو حضرتك وصلت له شاحن عادي زي ايه ده، ما ده 20 واط برضه؟ لا، ده 20 واط بس يو اس بي اي، ده بياخد اليو اس بي ده العريض، ما بياخدش ده السي، ما بياخدش السي. في شواحن من انرجايزر ومن انكر
بيستخدم الاثنين، يعني الدوك ده نفسه هتلاقيه بي دي ويو اس بي اي، بس طبعا هيبقى اغلى كتير في السعر. فبالتالي ما تتعبش نفسك في قصه ان انت تقعد تدي له بقى، طب خد الفوك مثلا بتاع الاوبو، طب خد مش عارف ايه، طب خد، مش هيديك السرعه العاليه. هو متظبط او متسيستم على حاجه معينه، متسيستم على ايه؟ الايفون. تمام، ان حضرتك هتدي له شاحن عادي زي ده هيقبله مفيش مشكله، بس هيشحن معاك براحه. نظريا هي الشحن البطيء مش وحش، يعني اداء البطاريه بقى كويس جدا ومش مش هياثر عليه، بس هو هيزهقك في الوقت، يعني بدل الموبايل مثلا تشحن في ساعه ولا ساعه ونص هياخد لك ساعتين، هي بس الفكره في كده. وممكن في موبايلات تانية يبقى الموضوع اصعب، يعني انا بستخدم اس 20 الترا سامسونج، هو بيشحن 45 واط بس بي دي، فحط له اي شاحن مهما كان هم يا باشا ساعتين 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 وشويه، بطاريه 5000 ملي امبير، حط الشاحن الحلو ده تمام هيديك ساعه ونص، حط له شحن اقوى شويه ممكن يوصل معاك لساعه ونص. فده اللي هيفرق في السرعه. طيب الايفون كمان فيه تركيه، ان هو الشحن الوايرلس بتاعه، يعني احنا زي ما اتكلمنا وايرلس اهو في ماجنتيك وبيلزق في الظهر، ماشي. طيب ده وظيفته ايه؟ فكره الماجنتيك ان انت عشان لو عايز مثلا تتكلم والشحن محطوط ما يقعدش بقى يضايقك السلك ويقرفك. طيب هو بيقبل شحن وايرلس لكن بمقياسين، لو شاحن زي ده رغم انه 15 واط بس مش هيقدر ياخد منه اكتر من 7.5 واط، وده سيكيورتي لابل لان هو بيسمح فقط بال 15 واط للاجهزه بتاعته اللي هو الماكسيف، وطبعا الماكسيف اغلى من ده ب 100 مره، ماكسيف معدي ال 1000 جنيه. تمام، فبالتالي لو ماكسيف اوكي هيديله ال 15 واط. 15 واط مش هيبقى السرعه قريبه، يعني هيشحن لك برضه انت بتتكلم في حوالي برضه قرب ال ساعتين الا، يعني مش ساعتين قوي يعني، بس اقل من ساعتين شويه. تمام، لان الوايرلس برضه مش بالسرعه اللي انت متخيلها، بس هو شحن امن، وميزته ان هو شحن امن، مش تقعد تستخدم السوكت والسوكت يتاثر، طب يتني، طب بيلمس، طب يعمل، مش تقعد تعيش بقى المأساة دي خالص. شحن الوايرلس امان جدا ودنيته لطيفه جدا. تمام، طيب عشان برضه من الامانه هو ممكن لو سخن شويه ان هو يعلم في الجراب، وميزه كمان فيه ان هو ممكن يشحن على الجراب يعني. تمام، وفي جرابات بتبقى معموله الجزء بتاع الماكسيف ده بيبقى فاضي عشان توصل انت فيه الماكسيف. تمام، طيب بيشحن بي دي زي ما قلنا على حسب الحاجه اللي هتوصلها، فانت تقدر تشحن بالشواحن دي عادي موبايلك، وبرضه ما تقلقش تماما من فكره ان الواط اعلى من الموبايل. ليه؟ لان الموبايل في النهايه مش هياخد غير الواط اللي هو متحدد عليه، يعني الموبايل ده 20 واط لو حطيت له شاحن 65 واط هو هياخد برضه 20 واط. موبايل ده مثلا سي مثلا زي السامسونج مثلا 45 واط، هتوصل له انت 20 واط هو هياخد ال 20 واط، هتوصل له مثلا على 45 ده 65 واط هياخد ال 45 واط، هياخد الساعه بتاعته. ويمكن ده السبب ان في ناس اوريدي جربت انها توصل موبايلات مثلا سامسونج بشواحن اكبر من ال 45 واط ولقيتها برضه بتشحن وقت قليل، سوري وقت طويل، فاستغربوا، لان في النهايه انت بتشحن بايه؟ ما انت ممكن توصله شحن 65 واط. تمام، ال 65 واط ده يو اس بي اي، هو بقى هياخد منه ال 10 واط، لان هو بياخد من اليو اس بي اي هي ال 10 واط اخر، لكن هياخد من البي دي لحد 45 واط. دي بقى هي نقطه الخلاف. طيب نشتري ايه من الشواحن لو مفيش شواحن بتنزل في الموبايلات؟ اقول لك ممكن تشتري ايه، هقول لك ان حضرتك ممكن مثلا تشتري موبايل سوري شاحن مثلا زي الانكر انرجايزر، ممكن برضه البراند ده كويس جدا انا جربته اسمه شويتك، ده موجود في اتصال الضمان بتاعه. في عندك حاجات مثلا زي الضمان بتاعها تو بي زي مثلا الديفيا وزي مثلا اللافينتو، كل دي براندات محترمه، انرجايزر هايل والانكر محترم جدا، البراندات المحترمه كل دي شواحن انت ممكن تشتريها وهتلاقيها على امازون. بس خلي بالك برضو من تركيه مهمه قوي، ان يكون التاجر برضو امازون عشان تضمن انه برودكت اصلي، ما يبقاش مثلا عند تاجر فممكن مش ضامن هو البرودكت اصلي ولا لا، لان امازون برضو زي ما بيبيع لك الحاجات اللي هو بيضمنها بيبيع لك برضو حاجات تانية من محلات تانية عن طريقه، فمهم جدا ان يبقى الاثنين امازون عشان تبقى برضو ضامن لو انت هتشتري مثلا من امازون او من نون ولا حاجه. تمام، فهو متوفر اونلاين، متوفر ممكن تجيبه مثلا زي ما اتكلمنا مكان مثلا زي اتصال، وهو وكيل للانكر وكيل للشوتك، وهتلاقي عنده حاجات كتير، وبرضه حاجات برضه هواوي وحاجات
اونر كده، هو عنده حاجات كتير جدا. تو بي برضه بيشتغل كويس قوي في الاكسسوارز، هتلاقيه برضه عن دراية، ممكن برضه رزق الله يعني دريم 2000. كل دي اماكن معتمده بتدي لك برودكت محترم تمام، تقدر ان انت تطمن من خلاله عشان ما تجيبش حاجه انت مش ضامنها، او حاجه خصوصا الشواحن غاليه مش رخيصه، فانت مش هتجيب الحاجه هتاخدها ترميها وخلاص، وفي نفس الوقت مش هتبوظ موبايل بالافات عشان شاحن ب 100 جنيه ولا 200 جنيه تمام، ولا يمكن اكتر على حسب برضه الحاجه اللي انت هتجيبها. فاللي احنا الملخص كله اللي احنا عايزين نقوله، انت في النهايه كل دول بيشحنوا مفيش مشكله، بس انت اللي بيفرق معاك التايم، الوقت. ممكن تكون مستعجل نازل مثلا مشوار، وراك شغل، وراك حاجه، فبتبقى عايز تنجز بالموبايل، فتبقى عارف الموبايل مهم، تبقى عارف احتياجاته ايه وبيسبورت لحد ايه وجيب على اساسه، ما تبقاش انت بتجيبه خلاص. يعني موبايلك مش بيسبورت فاست تشارجنج وتروح تجيب شاحن ب 1000 جنيه، طب ليه يعني بتعمل بيه تمام؟ مثلا شاحن زي ايه ده، زي ما اتكلمنا عليه ده 5 واط تمام، ابل اصل كل حاجه لكنه بطيء جدا بطيء، ده 5 واط اقل كمان من الحاجه، يعني الحاجه ممكن تشحن معاك في ساعتين، ممكن تاخد معاك ساعتين ونص وثلاثه علشان ده شاحن 5 واط تمام. طيب نقطة مهمة برضه حابين احنا نقولها، المعلومات اللي بتبقى موجودة هنا على الشواحن دي بتبقى معلومات سليمة بس، نظري انا عشان اقراها صعب تتقري. طب نعمل ايه؟ بمنتهى البساطة، الموبايلات دلوقتي معظمها فيها يا اما كاميرات ماكرو يا اما كاميرات التليفون، فقرب وزوم عليه وصورها واقرا براحتك الكلام الموجود، شوف الفولت كام والامبير كام، اضربهم في بعض تطلع بالوات. لو في بعض الشواحن بيبقوا كاتبين الماكسيموم وات قد ايه، هو اوريدي بيبقوا كاتبين، لو مش كاتبين اعمل العمليه دي تطمن من خلالها الشاحن ده بيخرج لك قد ايه، عشان ما تقعدش تشحن بالشاحن وتقعد تقول ده بطيء وسريع تمام. فنتمنى يكون في استفاده من الفيديو، وتدعمونا باللايك والسبسكرايب، شكرا جدا.